السلام عليكم. تحديث واجهة الواني يو اي 6.1 يعمل على تعطيل احدى افضل ميزات اندرويد افتراضيا. تواصل الشركة الكورية سامسونج توسيع عائلة منتجاتها، وتماشيا مع هذا قدمت الشركة مؤخرا سلسلة هواتفها الذكية الرائدة سامسونج جالاكسي الاس 24. على وعلى ذلك فان ما جعل هذا الحدث ملحوظا لم تكن فقط الهواتف الذكية الرائدة الجديدة للشركة، ولكن ايضا ظهور تحديث واجهة الواني يو اي 6.1 لأول مرة، في حين أن واجهة المستخدم الجديدة المستندة إلى أندرويد 14 من سامسونج تضيف العديد من الميزات الجديدة إلى هواتف الجالاكسي، فإنها تعمل أيضا على تعطيل إحدى أفضل ميزات الإشعارات على الأندرويد أو في أندرويد افتراضيا. تحديث واجهة الوان يو اي 6.1 يجلب تغييرات على قنوات إشعارات أندرويد بشكل افتراضي. يعمل تحديث الوان يو اي 6.1 على تعطيل احدى افضل ميزات الاشعارات لنظام اندرويد بشكل افتراضي، وتتيح هذه الميزة التي تسمى قنوات الاشعارات للمستخدمين ادارة انواع مختلفة من الاشعارات لتطبيقات معينة. لسوء الحظ في تحديث الوان يو اي 6.1 لا يتم تنشيط هذه الميزة في البداية بشكل افتراضي. يمكن ان يؤثر هذا الموقف سلبا على مستخدمي سامسونج الذين يتلقون اشعارات من تطبيقات مختلفة، حيث قد يتم اخفاء الاشعارات المهمة او رفضها نظرا لان المستخدمين يتلقون جميع الاشعارات بشكل افتراضي. وبالاضافة الى ذلك، في حين يمكن العثور بسهولة على قنوات الاشعارات في الاعدادات الافتراضية لنظام الاندرويد في تحديث واجهة الوان يو اي 6.1، يحتاج المستخدمون الى التنقل بشكل اعمق في الواجهة لتحديد موقع الاعداد، وقد تكون او يكون هذا مربكا خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا يجيدون التكنولوجيا. ولهذا السبب يعتقد بعض المستخدمين ان قرار سامسونج باجراء هذا التغيير قد اثر سلبا على الوظائف الاساسية لنظام اندرويد. ومع ذلك كن مطمئنا ان فتح ميزة قنوات الاشعارات ليس بالامر الصعب للغاية لتفعيل قنوات الاشعارات في الوان يو اي 6.1. ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق الاعدادات، اضغط على الاختارات، حدد قنوات الاختار، اختر القناة التي تريد تمكينها، قم بتبديل المفتاح الموجود بجانب القناة لتشغيله. ومن خلال القيام بذلك يمكنك التحكم في أنواع الإشعارات التي تتلقاها من تطبيقات معينة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على إشعارات DM من أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية، فما عليك سوى تبديل المفتاح الموجود بجوار خيار DM، وبدلا من ذلك يمكنك الوصول إلى قنوات الإشعارات من خلال إعدادات التطبيق عن طريق تحديد إدارة القنوات وتعرض هذه الشاشة جميع قنوات الإشعارات الخاصة بالتطبيق، مما يتيح لك خيار تمكينها أو تعطيلها حسب الحاجة. الآن شاركنا آراءك ضمن التعليقات لأفضل ميزة في تحديث واجهة الوان يو اي 6.1، وهل أنت من الأشخاص الذين أيضا ينتظرون هذا التحديث الرائع، والذي ربما في الأول سوف يأتي للاس 23 السلسلة بالكامل، وربما زيفليب 5 والزيفولد 5، وبعد ذلك سوف يأتي تدريجيا للاس 21 والاس 22 إن شاء الله، وربما حتى الاي 54 الاي 55 الاي 34 كما يعني عودتنا سامسونج يأتي تدريجيا. إذن أصدقائي شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم ومع السلامة.